بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اليوم إن شاء الله بالدرس 52 اللي خاص بطاقة الـ ASP.NET MVC Technology. في هذا الدرس راح نناقش Partial Views in MVC. أنا محمد إماد عرفة. بهذا الدرس راح أتعرف على Partial Views وكيفية استخدامها. لأن إذا أنت كنت ASP.NET Web Forms Developer فبالتالي راح تدرك إنه Partial Views بالـ MVC هي مشابهة تماما للـ User Controls بالـ ASP.NET Web Forms. Partial Views يتم استخدامها من أجل نعمل Encapsulate لReusable View Logic. هذا الأمر يعني انه يبسط لك الكومبلكسيتي اللي موجود داخل الفيو. تمام. ايضا البارشال فيوز تمام بيمكن انك تستخدمها في اكثر من فيو تمام، وبالتالي راح تعطيك ايضا طبعا نفس الفيو لوجيك. حتى ابسط خلينا نحكي هاي خلينا نحكي الفقره اللي قراناها، فبالتالي خلينا نطلع مباشره الى هذا الديزاين الموجود عندي هون واللي هو بيظهر معلومات الموظفين من ناحيه الصوره وايضا من ناحيه الايج والجندر والسالري. تمام. الان حتى تعمل نفس هذا الشكل فبالتالي في عندي خيارين. الخيار الاول نقوم مباشره ببناء ال HTML، وبالتالي انا مباشرة طبعا راح اقوم ببناءه ووضعه بداخل فيو. انا اذا احتجته بفيو ثاني فبالتالي راح مباشرة انسخ نفس هذا الديزاين لفيو ثاني. تمام. لكن تخيل انك انت بعد فترة معينة احتجت انك تعدل هذا الديزاين، فبالتالي انت بهاي الحالة بحاجة لانك تعدل الديزاين في كل فيو انت استخدمتها فيه، فبالتالي من ناحية المينتنس راح ياخذ معي وقت اكبر. ايضا نقطة ثانية، ايضا من ناحية الكومبلكسيتي بالفيو، فبالتالي ايضا ممكن يكون خلينا نحكي كومبلكس في نوعا ما من التعقيد بداخل فيو، ولكن من المهم جدا انه نحافظ على انه الفيوز لابد انها تكون دائما الكود فيها خلينا نحكي مبسط قدر الامكان. تمام. الخيار الثاني بحكي لك انه ليه ما انا اقوم فعليا بانشاء اللي هو ديزاين واحد ومباشره راح اقوم بوضعه بداخل ما يسمى بالبارشال فيو، وبالتالي اذا احتجته في اكثر من فيو فقط بتنادي اللي هو البارشال فيو، فبالتالي بهاي الحاله انت مش بحاجه لانك تكرر كود، فبالتالي من ناحيه المينتنس راح يكون اقل وايضا من ناحيه الكومبلكسيتي راح تكون ايضا اقل. خلينا نشوف هذا الامر بالبدايه. لكن قبل ما ابدا باللي هو التنفيذ العملي خلينا نروح مباشره نشوف الاكستنشن اللي خاص بالبارشال فيو. الاكستنشن اللي خاص بالبارشال فيو بيعتمد على امرين، بيعتمد على الفيو انجن وبيعتمد ايضا على البروجرامينج لانجويج. الان اذا كنا نستخدم سي شارب وطبعا كان عندي الريزر انجن فيوز فبالتالي راح يكون الاكستنشن سي اس اتش تي ام ال. الان اذا كانت عندي اللانجويج هي عباره عن سي شارب ونتعامل مع الاي اس بي اكس انجن فيوز فبالتالي راح يكون اكستنشن اي اس سي اكس. تمام. بالنسبة للفيجوال بيسك إذا كنت بتستخدم الريزر انجن فيوز فبالتالي راح يكون VBHTML، إذا كان ASPX فيوز فبالتالي راح يكون ASCX. اوكي، الان خلينا مباشره نقوم بانشاء هذا الديزاين ضمن فيو واحده، وبعد هيك رح نشوف كيف بامكاننا نستخدمه خلينا نحكي باللي هو كبارشال فيو. اوكي، فبالتالي خلينا نبدا. بالبداية راح أروح مباشرة إلى الفيجوال ستوديو. راح تلاحظ إنه الآن أنا ضمن الهوم كنترولر وضمن طبعاً الإندكس أكشن ميثود. راح أقوم الآن حتى أعرض جميع معلومات الموظفين بإنشاء اللي هو أوبجكت من الكلاس اللي اسمه سامبل تي بي كونتكست زي ما إحنا فعلياً شايفين، وبعد هيك مباشرة راح أحكي له بدي أعرض معلومات الموظفين وأحولهم اللي هو كليست زي ما إحنا فعلياً شايفين. الآن بعد هيك أنا بحاجة لإني أنشئ عندي اللي هو فيو، وهي الفيو راح تكون التايب لإلها هو عبارة عن ليست، وطبعاً الموديل راح يكون هو عبارة عن إمبلوي. وبعد هيك مباشرة راح أقوم باللي هو عمليا باختيار اليوز لي اوت بيجز كما كانت طبعا، وبعد هيك راح نعمل اللي هو اد، فبالتالي راح يقوم بانشاء فيو زي ما احنا فعليا شايفين. لان هذا الاتش تي ام ال كود فعليا انا مش بحاجه له، انا بحاجه لاني انشا نفس هذا الديزاين الموجود عندي هون، فبالتالي انا اوريدي قمت بكتابته بداخل عندي اللي هو النوت باد، فبالتالي راح اعمل له كوبي ومباشره راح اعمل له بيست. لاحظ انه هون عماله الموديل راح يرجع لي اللي هو كولكشن اوف امبلوي تايم، فبالتالي بالتالي رح يرجع لك أكثر من موظف. تمام. فبالتالي أن هذا الديزاين رح يعرض لي المعلومات اللي خاصة بالموظف الواحد، فبالتالي أنا بحاجة لإني أعمل iteration loop، فبالتالي رح نيجي نحكي الآن for each loop. تمام. وبعد هيك مباشرة راح أعمل iteration على ما بداخل الموديل زي ما احنا فعليا شايفين. بعد هيك راح أخذ هذا الديزاين الموجود عندي هنا وأقوم بوضعه بداخل for each loop، فبالتالي في هاي الحالة راح يعرض لي جميع معلومات الموظفين كون أنا في عندي iteration loop. لاحظ عندي هنا الديزاين هو عماله يحتوي على single table row، وبداخله عندي هنا اللي هو عبارة عن two TDs. TD الأولى هي عماله بيعرض لي الإيمج الموجودة عندي هون. تمام. والTD الثاني راح يكون هو عبارة عن table بداخله خلينا نحكي اللي هو 3
T3 table rows اللي هي TRs. اوكي فبالتالي راح نلاحظ انه هذا هو التيبل او عفوا TD الاول اللي بعرض للايمج، والTD الثاني هو اعماله تيبل، والتيبل بحد ذاته هو عباره عن 3 table rows زي ما احنا فعليا شايفين، عماله نعرض الايج الجندر والسالري تمام كما هو واضح. الان خلينا نروح مباشره ايضا نقطه ثانيه، انه لاحظت انه الان في عندي هاي هي الصور الخاصه بالموظفين، فبالتالي انا اوريدي قمت باخذها ووضعها ضمن الفولدر اللي اسمه فوتوز زي ما احنا فعليا شايفين، وطبعا اوريدي معلوماتهم مخزنه بداخل التيبل اسمه تي بي ال امبلويز مع صورهم. اوكي الان خلينا نروح مباشره نضغط على كنترول واف 5 ونشوف انه هل فعليا راح يقوم بعرض معلومات الموظفين من ناحيه الصوره ومن ناحيه الايج وايضا من ناحيه اللي هو السالري كما هو متوقع. اوكي لاحظ انه مباشره قام بعرض اللي هو الصوره الايج والجندر والسالري زي ما احنا فعليا شايفين. الان اذا هذا الامر طبعا ضمن هذا الديزاين موجود طبعا ضمن اللي هو الفيو تمام. الان انا بدي اشوف كيف بامكاننا نستخدم بارشل فيو بحيث اني فقط انادي البارشل فيو، وانا اذا فعليا احتجتها في مكان او خلينا نحكي في فيو ثانيه فقط بنادي البارشل فيو. حتى نعمل هذا الامر بكل بساطه في عندنا اللي هو مكانين بامكانك انك تضع فيهم اللي هو اللي هو البارشل فيو. اول مكان انه بامكانك انك تضعهم ضمن اللي هو الهوم، فبالتالي راح تكون نطاق استخدامها فقط ضمن الهوم فولدر. اما المكان الثاني اللي هو ضمن الشيرد، فبالتالي اذا انت قمت وضع البارشل فيو ضمن الشيرد فبالتالي بامكانك انك تعمل اكسس لهاي البارشل فيو من اي مكان في اللي هو المشروع، فبالتالي اي فيو بالتالي بامكانك بامكانها انها تصل لهاي البارشل فيو. ليه؟ لانه هي فعليا معرفه ضمن اللي هو الشيرد، فبالتالي راح تكون على مستوى البروجكت بشكل كامل. الان خلينا نقوم بانشاء بارشل فيو. حتى ننشئ بارشل فيو راح نعمل رايت كليك عندي هنا واد فيو، وطبعا هاي الفيو هي راح تكون عباره عن ليست، وراح يكون الموديل اللي لها هو عباره عن امبلوي موديل، وراح اقوم بالنقر على كرييت از ا بارشل فيو. فبالتالي كرييت از ا بارشل فيو راح تقوم بانشاء عندي فيو، وطبعا الفيو اللي راح اقوم بانشائها راح اسميها عندي underscore اللي هو employee، وبعد ذلك مباشره راح اقوم بالنقر على اللي هو اد. لاحظت انه قام بانشاء هذا ال HTML كود واللي انا فعليا مش بحاجه له. ايضا بعد هيك مباشره راح اقوم بنسخ نفس هذا الديزاين الموجود عندي هون حتى بنقله تمام، بحيث انه اصبحت الاندكس اللي هي فيو فاضيه، وبالتالي راح اروح الان على البارشل ومباشره راح اقوم بوضعها عندي هون. الان انا ضمن البارشل فيو راح اعرض اللي هو معلومات الموظف الواحد، فبالتالي انا فعليا مش بحاجه اصلا للاي انيومرابل تمام. تمام ليه؟ لان انا راح اعمل اتريشن على كل موظف ضمن اللي هو الاندكس فيو، فبالتالي انا هون بحاجه فقط ل اللي هو سنجل امبلوي تمام. وايضا انا بحاجه لاني احكي له عندي هنا اللي هو بدي اعرض اللي هو الموديل زي ما احنا فعليا شايفين، فبالتالي تمام راح اجي احكي له عندي هون قم باضافه عندي هنا اللي هو الموديل زي ما احنا فعليا شايفين. اوكي ايضا نفس الشيء راح اخذ عندي هنا واقوم بوضعها على الايج وايضا الايتم وايضا عندي هنا للسالري زي ما احنا فعليا شايفين. بعد هيك مباشره راح اقوم بعمل عندي سيف، وبعد هيك مباشره راح اروح للاندكس عندي فيو، لان انا بحاجه لاني انادي هاي البارشل فيو اللي هي فعليا اسمها اندكس او عفوا اندرسكور اللي هو امبلوي زي ما احنا فعليا شايفين. فبالتالي راح اروح مباشره ضمن الاندكس عندي هون وانادي اللي هي البارشل فيو. حتى انادي البارشل فيو راح استخدم عندي هون اللي هو HTML هيلبر كلاس، وبالتحديد راح استخدم عندي هون اللي هي فعليا الاكستنشن ميثود هيلبر اللي هي عباره عن بارشل، وراح مباشره هون ابعث لها فعليا اللي هو اسم اللي هي البارشل فيو، وايضا راح ابعث لها عندي هون اللي هو الموديل واللي هو فعليا راح يكون مخزن طبعا ضمن الايتم لانه بيعمل له طبعا ضمن الموديل، فبالتالي رح نبعث له عندي هون اللي هو الايتم. اوكي ذاتس ات. الان خلينا نيجي مباشره نعمل سيف ونضغط على كنترول واف 5 ونشوف انه هل فعليا رح يقوم بعرض معلومات الموظف ولا لا. اوكي لاحظت انه احنا الان موجودين ضمن الهوم كنترولر وطبعا ضمن اللي هو الاندكس اكشن ميثود، لاحظت انه عرضهم زي ما احنا فعليا شايفين. الان اصبح انه انا اذا احتجت فعليا هذا الديزاين احتجته بفيو ثانيه، فبالتالي ما علي فقط الا انادي اللي هو البارشال فيو، فبالتالي هذا الامر عمليا بسهل لي خلينا نحكي من ناحيه اللي هو وقت الديزاين، من ناحيه المينتننس، وايضا بسهل علي اللي هو تكرار الكود، فبالتالي ما في داعي اني اكرر اللي هو الكود.
أوكي، إذن هذا هو كل شيء بالنسبة لدرسنا اليوم. بتمنى أن يكون درس اليوم واضح وسهل. لكن قبل ما أختم، عندي هنا الدرس فقط التوضيح. أنا في عندي هنا اللي هو HTML اللي هو dot partial، أيضا في عندي هنا اللي هو HTML dot، عندي هون فقط حتى أوضح، هنا عندي HTML dot، عندي هنا اللي هو partial render partial. لاحظ أنه عندي هنا render partial. شو الفرق ما بين الريندر بارشل والبارشل؟ تمام، مع انه كلاهما راح يعرض لي عندي هنا اللي هو البارشل فيو. تمام، طبعا سيتم شرح اللي هو الفرق ما بينهم في الدرس القادم ان شاء الله. اذا هذا هو كل شيء، بتمنى يكون درس اليوم واضح وسهل. اخيرا thanks for listening and have a great day.